فوق قلادينا فوق. أفشوا السعادة رغم أن في ظروفنا لا وقت للوم ولا لفراقنا. إذا الظروف اللي نحن بنعيشها طبعا في قطاع غزة بنحاول نزرع البسمة والفرحة لأطفال فلسطين، طبعا دعم نفسي لإلهم في ظل الحرب والظروف اللي احنا بنعيشها، وبتمنى من كل المؤسسات الدولية والعربية انها تدعم اطفال فلسطين وتكون سند لإلهم، هذا اقل شيء نقدر نقدمه لاطفال فلسطين. شعور ان انا مبسوط بدنا نطلع من جو الحرب والخوف، بدنا نكمل على الابتسامة وعلى العيد، وبدنا نفرح على كل المواسم راح نفرح.